بنظرك؟ أولا هو الشيخ صباح لا داخليا ولا خارجيا لا يعادي أحد يعني، غير طبعا في تصير أشياء سياسية وتصير خلافات شديدة أحيانا، بس كان دائما يتقبل، يمكن حتى لو يصير فيه غضب في وقتها بس يعني زيارة ولا لقاء كان يشيل الغضب كله. فلاحظنا يعني حتى في لما صارت بعض الأشياء اللي هي مسيتها شخصيا ما تعامل معها بشكل شخصي، وإنما تعامل عن طريق القضاء. يعني كان شخصية محبوبة أمانة، حتى وانت تختلف معه في بعض الأمور أيضا يعني تتفهم يعني رأيه ويتفهم رأيك أيضا. يمكن توافقني الرأي إن طبعا أنت لما تتكلم عن الكويت، لكن خلينا نتكلم عن برا. صحيح، يحب يصلح بين الدول خاصة العربية خاصة الخليجية، يساعد، يحب يساعد جميع الدول. العمل الخيري متبنيه بشكل كبير جدا، دائما يقول، دائما يقول تصير اي اتهامات اي كذا يقول اعطوني دليل على الاتهامات. شفنا ازدهار العمل الخيري في الكويت في الحقبة الأخيرة منذ تولي صاحب سمو أمير الراحل الحكم، لهذا يمكن الأمم المتحدة اختارت سمو الأمير الراحل رجل إنسانية، والكويت لقب أمير إنسان أمير أو قائد إنساني، أعطوه لقب قائد إنساني، والدول كلها يعني شوف سبحان الله يعني كان محبوب في كل الدول لأنه كان يساعد بقدر الإمكان وما دش في خصومات مع دولة من دول. حتى اللي غلطوا علينا قناة الجزيرة في الحكومة لما سنت حملة على الكويت زين، وللأسف يعني حملة كانت مغرضة. صحيح، شيخ صباح بعد مداولات مجلس الوزراء قررنا إغلاق مكتبهم في الكويت. كم شهر رد فتح المكتب مرة ثانية، ما في يعني عداوة دائمة ولا يعني خلاص يعني وصلنا لهم رسالة إن أسلوبكم معنا كان غير صحيح زين، وكان يعني مغرض وتحريض على الكويت. فيعني الحمد لله يعني كان هذا طبعه دائم.